صعب كثيراً أن تعمل كبائع، فأنا لم أبع منذ الصباح أي أداة للمطبخ. هنا مطعم السيد فو، من الأفضل أن آكل أولاً. حسناً، النتيجة الآن 1-1. إلى الجولة التالية. مسابقة في الطهو؟ تلك هي ميوميو هناك. هذا رائع، آمل أن تفوز في المسابقة. أيها الحكم، تعطل فرني. لا. انظر، احترقت كعكتي. عليك إيجاد طريقة أخرى، وإلا سيفوز هانك. ميوميو، أنا سأساعدك. انظري، هذا هو فرني العجيب، يطهو كل شيء خلال 3 ثوان، وأطباقه كلها شهية جدا. ولكنني لا أعرف كيف أستخدمه. أنا سأساعدك. هيا. تدا، سأخرج من الفرن حلوى قطنية لذيذة وطازجة. مذاقها لذيذ. وهذه الكعكة المحروقة، ضعيها في الفرن ل3 ثوان فقط. 3 ثوان، 2 ثانية. تدا! واو، يا له من فرن سحري. النتيجة الآن 2-1. تتقدم ميوميو علامة واحدة. هذا رائع. وصلنا الآن إلى جولة التحريك. إن دخان الطهو يجعل هانك يسعل. كيف تبري ميوميو؟ هناك دخان كثير، أنا أعجز عن التنفس. انظروا إلى هذا. إنها المقلاة العجيبة. إنها تقلي كل شيء من دون دخان. لن يلتصق الطعام. وستحصلون على كثير من الطعام بمكونات قليلة جدا. الرائحة شهية. يا لها من مقلاة سحرية، تحصل ميوميو على علامة. لدي أيضا إناء عجيب. ترى ما هي آلة المطبخ السحرية هذه؟ إنه الإناء السحري، يجهز الحساء في 3 ثوان ويقدمه تلقائيا. الرائحة شهية، أحتاج إلى الوعاء الكبير. سيد فو، تناول من فضلك القليل من الحساء. هذا رائع، سوف أملأ به الوعاء الكبير. لذيذ جدا. هذا شهي جدا، تحصل ميوميو على علامة. العلامة الآن 4-1. ميوميو في الطليعة. لقد أعددنا الكعكة والخضار والحساء. الآن سأعد عصير فواكه منعشا جدا. محقة، سأعيد تفكيكها. ما عاد أمامنا وقت. لا مشكلة، فلنعد طبق فواكه إذن. هذه الآلة تحول الفواكه إلى عصير، لذا إذا رغبت في العكس قد تحول العصير إلى فواكه. ما رأيك؟ هذا
ممكن؟ طبعاً. سيد فو، هل تعطيني من فضلك ذاك العصير؟ النتيجة 5 مقابل 1. إن هذا رائع. أعلن الآن أمام الجميع أن فائز اليوم هو أنا. أعترض، لم تعطهم يوميو شيئا، بل كيكي، وهو ليس متباريا، لذا لا يمكنه الفوز. هانك على حق، كيكي ليس متسابقا، لذا لا يمكنه الفوز. ميوميو، أنا آسف، كنت أحاول المساعدة لكنني أفسدت كل شيء. لا بأس، أنا لم أفز، لكن استمتعت باستخدام أدوات المطبخ السحرية. أيمكنني شراؤها؟ أنت أول زبونة لي، وأنا سأشتري طاقما لمطعمي. اسمعوا، وأنا أيضا. إنها لي، أنا سأشتري أدوات مطبخي كيكي كلها. لقد بعتها كلها، لقد بعتها كلها. أجل.